عن العمرة أو الحج للبنت بدون محرم. يعني أنا والدي متوفي ومليش أخ وعندي 40 سنة، فأنا طبعا أنا عارفة إن سيدنا النبي يعني عن أحاديث إن لازم أن يكون بمحرم، بس الفكرة إني أنا يعني جدا يعني مشتاقة جدا لزيارة الكعبة ولزيارة النبي، وعايزة نفسي أحج أو نفسي أعمل العمرة وأنا يعني لو سمحت خلصي انت بصحة يعني. تسأليني وطبعا أنا الفكرة طبعا أنا بيقولوا لي حرام كده، يا بس أنا اخت يعني اسمع أنا الكلام. برضه طيب يا اخت انت من بتتكلم، واقع يعني من واقع اعوذ بالله من نظرتي الشر. للموضوع. اسكتي خلاص، اسمع الكلام. انت تسألي وتفتي، ما اسمع الكلام بس. مش فتوى، أنا بعرف حضرتك انت اللي انت سألت بتقوله. سؤالك هل يجوز ان احج بدون محرم؟ اقول مع الرفقة الامنة يجوز عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يعني أكثر العلماء يستدلوا بماذا؟ بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي باستثناء زينب حججن مع رفقة آمنة في زمن عمر، وبأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قد كانت حجة عائشة مع أمهات المؤمنين في زمن عمر نافلة. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة أو من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. فهذه حجج الجمهور القائلين بجواز حج المرأة بغير محرم مع الرفقة الآمنة، وهذا قول قوي وهو رأي الجمهور من العلماء. الحنابلة يمنعون لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. الجمهور أجابوا على هذا بأن الغرض من المحرم التأمين، والنصوص التي ذكرت قيدوها بأن تكون مع رفقة آمنة، والله أعلم.